بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نعمة وبركة وسلام ليكم جميعا من ملك الملوك ورب الأرباب إلهنا العظيم القدوس الحي الأبدي. معاكم سرية. أنا شفت المسيح كتير. النهاردة جزء 32، عايزين نتكلم عن الملك ابن الملك. عايزين نركز كمان على الملك ابن الملك رجل السلام سليمان. اتكلمنا عن الأربانة المكرسة والمخصصة للاتحاد بالحمل المسيح جسد الإنسان جزء 31، والنفس البشرية الملكة ابنة اليوم السابع، ابنة السبت، ابنة العهد، ابنة القسم بالشبع الجزء 30. أنتم ملوك وكهنة، وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه، له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين آمين. في الكتاب المقدس شفنا أباء وأنبياء وكهنة وملوك وقضاء، وكل شخصية فيهم أنت هتعيشها جواك في الطريق الروحي. وشفنا النبي والكاهن زي صمويل، وشفنا النبي والملك زي داود، الملك ابن الملك زي سليمان، والرائي زي دانيال النبي، وهكذا. وزي ما شفنا النبي وشروطه من أسماء الأنبياء في الجزء 22، أنتم النهاردة هنتأمل في الملك وشروطه واعترافه من أسماء الملوك. النهاردة هنشوف ملوك إسرائيل لحد انقسام المملكة مع رحب عام، وبعدين نستمر مع ملوك الجنوب وسبط يهوذا. هناخد الأسماء ومعانيها وكلها مأخوذة من العبري، ومش هندخل في حياة كل ملك والتأمل تأمل خاص. واحد شاول معناه سئل من الله أو الملك المستعار، داود أي الملك المحبوب، سليمان رجل السلام، رحب عام الشعب يتسع أو يتزايد، أبي يهوى أبي، آسى الآسر أو الطيب، يهو شفاط يهوى يقضي، يهو رام يهوى مرتفع، أخزيا أو يهو آحاز من يسنده الرب أو يمسك الرب، عثليا يهوى مرتفع، يواش يهوى فتح، أمصية الرب قوى، عزريا من أعانه يهوى، يثام يهوى كامل، أحاز قد امتلكه الرب، حسقيا الرب قد قوى، منسى من ينسى، أمون أمين أو صادق، يشيا يهوى يشفي، يهو أحاز يهوى يأخذ، يهو يقيم يهوى يفتح، يهو يكين يهوى يثبت، صدقيا يهوى عدلا. ودول كانوا 23 ملك، والملك ال 24 هو ملك الملوك ورب الأرباب يسوع المسيح. يسوع أي الله يخلص أو المخلص، والمسيح جاي من فعل مسحة ومعناها في العهد القديم الممسوح بالزيت أو الطيب المقدس، وهو سيكون في الوقت ذاته النبي والكاهن والملك والقاضي، ولي الحياة هي المسيح. تعالوا نشوف الصلاة اللي هنكونها من كل الأسماء. إذن وأنا في المسيح أسألك يا إلهي وخلاصي، يا من قلت أنتم ملوكا وكهنة، أنت وحدك تقدر أن تقيم ملكا فيا، ليكون ملك محبوب ورجل سلام بك وفيك يا إلهي الشعب يتسع ويتزايد ملكك في قلوبنا. وأعترف يا إلهي أنت أبي، أنت الطيب، تأسرني بطيبتك وحنانك، أنا متيم بحبك. يا من تقضي بين الشعوب، أنت مرتفع، اسمح وارفعني إليك، أعلم إني غير مستحق، ولكن أتقدم بطلبي بثقتي فيك. اسندني يا رب برحمك الإلهية، امسك بيدي وارفعني بروحك القدوس. إلهي أنت، أنت تفتح لي في المسيح يسوع ولا أحد يغلق. إلهي أنت قوتي ونصرتي ومعيني، أنت إلهي الكامل وتكمل نقص بنياني، اسمح وامتلكني يا إلهي، أثق إنك أنت في المسيح والمسيح فيك، وأنا في المسيح وهو في. يا إله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع، الذي بعدما أن تألمنا يسيرا أنت تكملنا وتثبتنا وتقوينا وتمكننا. نعم أنت كمالي، نعم أسمع صوتك قائلا الرب قد قوى. شكرا إلهي العظيم، أثق إلهي إنك أمين وصادق، ك
كيف أنساك؟ لقد نسيت نفسي فيك ووجدت شفائي فيك. أنت تأخذ مالي وتسمح لي بشركتك. أنا أقرع الآن على باب قلبك بثقتي في مراحمك العظيمة وحنانك وطيبة قلبك. أتقدم في المسيح يسوع أنت وحدك تملك حياتي، تفتح وتثبتني فيك. أنت وحدك العدل والحق. آمين. كل ملك له قصر، وجوه القصر في عرشه. أنا عايزة أدخل قصر الملك. أكيد في ترتيب أو نظام للدخول. إلهنا إله ترتيب ونظام. ولو دخلت وسمح لي بالدخول، هل هستمر هناك؟ وإيه الشروط؟ الملكة اللي تقدمت عشان عايزة تبقى ملكة كانت أستير، وهو اسم هندي معناه سيدة صغيرة، وبالفارسية كوكب. يبدو أنها حملت الاسم ده بعد اختيارها ملكة، لأن اسمها العبري كان هدسة فيطلق على شجرة الإس، وهي بنت أبيجايل يعني ابنة الحكمة. تعالوا نتأمل في حياة أستير وعلاقتها بينا. 1. ولدت أستير في أرض السبي، حرمت من أرض الموعد، وإحنا مولدين في عالم رئيسه إبليس في أرض السبي. 2. لم يكن لها أب ولا أم، يعني يتيمة الوالدين، وإحنا لازم نتخلى عن النسب الأرضي لإبليس لكي نولد من فوق وناخد نسب سماوي، نسب المسيح في المعمودية، ولأنه هو الراس وإحنا جسده، لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. 3. كانت الفتاة عذراء جميلة الصورة وحسنة المنظر. يرى الملك السماوي في عروسه الملكة جمال سكبه هو عليها. أنا سوداء وجميلة يا بنات أورشليم. هي عذراء مخصصة قلبها ومكرساء للملك السماوي. هي جميلة بوجوده فيه. 4. نقلها هيجاي مع فتياتها الأحسن مكان في بيت النساء، وهيجاي يعني تأملاتي ولهجي. لم تخبر أستير عن شعبها، فالنفس اللي بتنعم بالبنوة لله وتصير ملكة بتحيا على مستوى سماوي، ويصير لها جنس فائق لا تستطيع اللغة أن تعبر عنه. إنها تعيش في صمت، لا صمت العجز القائم على انغلاق القلب، لكن صمت الحب، وتلهج الملكة في الكلمة نهارا وليلا، وتتأمل أعمال الله بفرح مجيد لا ينطق به. 5. اتضاعها وطاعتها وخضوعها. اتسمت أستير بهذه الروح لمربيها مردخاي حتى بعد أن جلست كملكة على أعظم عرش في ذلك الحين. 6. كملت أيام تعطرها، 6 أشهر بزيت المر و6 أشهر بالأطياب وأدهان تعطر النساء. ماذا تعني 6 أشهر التي تعطرت فيها بزيت المر إلا قبولها الدفن مع معارسها المسيح المدفون وقد طيب بالمر؟ ورقم 6 يشير لأيام الخليقة، أي تبقى تحمل الألام وتدفن معارسها كل أيام غربتها حتى يتم كمالها الروحي وتلتقي في اليوم السابع مع الرب وجها لوجه. وكما تدفن مع الرب هكذا تقوم معه في اليوم السابع. استشير الأطياب والأدهان رائحة القيامة المبهجة. إذن لنتألم معه وندفن عابرين الحجاب لقدس الأقداس حيث القيامة والصعود معه. هذا هو طريق البلوغ للإكليل السماوي حتى نشاركه في المجد والكرامة ونتحد به. أخذت أستير في الشهر العاشر، هو شهر تيبيت في السنة 7 لملكه، يعني ملك الملك. السنة هي 7 للملك، وكانت الشهر العاشر من 12 شهر للأطياب لأستير، يعني في 6 أشهر لأطياب المر ودخول الحجاب بالصليب، والشهر السابع نمثل اليوم السابع زي ما قلنا للأطياب الثانية للقيامة والصعود وما بعدها، يعني بعد عبور الحجاب في 5 مراحل تانية ليكون المجموع سنة، يعني 12 شهر، يعني 3 شهور بعد الشهر السابع، وتبقى ملكة وهو ده الشهر العاشر. يعني لو دخلنا الحجاب في اليوم السابع في 5 مراحل في الجامعة بعد الثانوية عامة، لكن في اليوم السابع لأنها بلا نهاية. اليوم السابع هو يوم بلا نهاية بيبدأ، لكن اليوم ده ما بينتهيش، ولازم أخد بالي من الأرقام كلها اللي ربنا عايز يفهمها. 7. كانت أستير تنام نعمة
في عيني كل من رآه. نعمة الله المجانية هي رصيدها الحقيقي التي تقيم النفس وترتفع بها حتى تصلح لمملكة، فتجد نعمة في أعين الكل. هذه هي نعمة الله اللي تسند الإنسان في جهاده. وخرج لك اسم في الأمم لجمالك، لأنه كان كاملا ببهائي الذي جعلته عليك، يقول السيد الرب. وعمل الملك وليمة عظيمة الإستير، عمل راحة للبلاد وأعطى عطايا حسب كرم الملك، ووضع الملك التاج بإيده على رأسها. إذ لا تستطيع النفس أن تملك إلا بالمسيح يسوع الذي يتوجها كملكة بإكليل مجده، ويقيم وليمة باسمها تفرح قلب السمائيين وتكون راحة. إذن يحسب الرب إكليلها سبتا مباركا وعيدا مبهجا ومفرحا. نلخص: الملكة إستير ومعلم الطريق للوصول لملك فيك. المولود في أرض العالم يكون إنسان، تتنازل عن نسبك الأرضي الإبليس وتولد من فوق، يعني بالمعمودية. تكون عذراء جميلة بجمال عريسها المسيح، يعني تكريس القلب ليه وحده. تحيا على مستوى سماوي، تعيش في صمت الحب وتلهج في الكلمة نهارا وليلا، وتتأمل أعمال الله بفرح مجيد. اتسمت بالاتضاع والطاعة والخضوع. 6. إذن لنتألم معه وندفن عابرين الحجاب إلى قدس الأقداس، حيث نقوم ونصعد معه مكملين الطريق حتى الاتحاد. 7. رصدها الحقيقي نعمة ربنا المجانية التي تقيم النفس وترتفع بها حتى تصلح ملكة لمملكة. هناك الراحة والعيد والابتهاج والفرح. طيب، بعد ما بقيت ملكة مكللة، إيه هي شروط التقدم للعرش؟ من الكتاب المقدس. 1. بدأ هنا إبراهيم أب الأباء يتحدث مع ربنا، قال له: إني قد شرعت أن أكلم المولى وأنا تراب ورماد. أول حاجة التواضع، معرفت الإنسان إنه لا شيء، مش داخل عن استحقاق زي أستير ما كانت متواضعة طائعة وخاضعة. 2. أشعياء النبي في العرش إصحاح 6. أشعياء يعني خلاص الرب، لما دخل العرش قال: ويل لي إني هلكت لإني إنسان نجس الشفتين، وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين، لأن عيني رأت الملك رب الجنود. أخذ أحد السرافين جمرة بالملقط من على المسبح وطرحها في فيه، وقال له: إن هذه لمست شفتيك ترفع أثامك وتطرح من جميع خطاياك وتطهر من جميع خطاياك. يبقى في نقاوة وطهارة الحواس وعيون ثابتة ترى الملك. حتى لو سمح ربنا ليك بالدخول وانت نجس الشفتين، الله يطهرك هناك بالجمرة. الجمرة هي جسد ربنا ودمه، الناسوت المتحد باللاهوت، لأنها مأخوذة من على المذبح. هذا ما جاء في القداس الكورولوسي: وتضرم الجمرة نار الحب وتطلق اللسان بكلام الحق وكلام التسبيح. 3. يهوشع في العرش، وأراني يهوشع الكاهن العظيم قائما قدام ملاك الرب في زكريا 3. وكان يهوشع لابسا ثيابا قذرة واقفا قدام الملاك، أجاب وكلم الواقفين قدامه قائلا: انزعوا عنه الثياب القذرة. وقال له: انظر، قد أذهبت عنك إثمك وألبسك ثيابا مزخرفة. ووضع على رأسه عمامة طاهرة وألبسوه ثيابا. حتى لو سمح لك ودخلك بثياب قذرة، ربنا يغيرها فورا. يهوشع يعني يهوى خلاص، يهوى صادق، فتعني الله بر. تبتهج نفسي بإلهي لأنه قد ألبسني ثياب الخلاص وكساني رداء البر. قد إيه ربنا جميل. 4. لما يتكلم ربنا علينا أن احنا نسمع بانتباه واحترام، نصمت تماما حتى يتكلم الله. سكت قلبك ليتكلم الله، لأنه بيتكلم في الهدوء والسكون. قال ليهوشع الكاهن: هكذا قال رب الجنود، إن سلكت في طرقي، إن حفظت شعائري، أنت أيضا تدين بيتي، تخاف على دياري، أعطيك مسالك بين هؤلاء الواقفين. الواقفين فين؟ في العرش. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد المجد كما من الرب الروح. اللي بيغيرنا هو لما نقف قدامه بناخد منه. 5. يعطيك الرب مسالك بين الواقفين أمامه، يعني يديك حركة.
اصنعوا لأرجلكم مسالك مستقيمة. وقال اذهب وقل لهذا الشعب في أشعياء 6، وهنا ما قالش ربنا الأشعياء شعبي لأنه غضبان منهم، وبالرغم من أنك هتقول ليهم ومش هيسمعوا ولا هيشوفوا ولا هيعرفوا بكامل إرادته. بجد حاجة مؤسفة. وأما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولآذانكم لأنها تسمع. 6، بيشتاق ربنا أن يتراءى لكل شخص مستعد لاستقباله. يعني إيه مستعد لاستقباله؟ يعني يعطي الله الأولوية في حياته. هذه هي الحكمة. أسلوبك في التعبير 7، يعني الطلب وقار واحترام واتضاع وخشوع، ونقدم أوانينا الفارغة ليملأها الله. بنطلب إيه من ربنا هنا عشان يملأ بيها أوانينا؟ هنا بقى بينا على نقف قدام ربنا والملك سليمان ابن الملك. تمتع سليمان الحكيم برؤية ربنا 2 بعد تجليسه ملكا وعند تدشين الهيكل. أحب سليمان الرب سائرا في فرائض داود أبيه، إلا أنه كان يسبح ويقود في المرتفعات، وأصعد سليمان 1000 محرقة على ذلك المسبح في جبون. وتراءى الرب لسليمان في حلم ليلا وقال له اسأل ماذا أعطيك. قال سليمان إنك قد فعلت مع عبدك داود أبي رحمة عظيمة حسب ما صار أمامك بأمانة وبر واستقامة واستقامة قلب معك، فحفظت له هذه الرحمة العظيمة واديته ابني يجلس على كرسي كهذا اليوم. الآن أيها الرب إلهي أنت ملكت عبدك مكان داود أبي، أنا فتى صغير لا أعلم الخروج والدخول، وعبدك في وسط شعبك اللي اخترته، شعب كثير لا يحصى ولا يعد من الكثرة. أعطي عبدك قلبا فهيما لأحكم على شعبك وأميز بين الخير والشر. شفتوا جمال الطريقة والإسلوب في الطلب؟ حسن الكلام في عيني الرب لأن سليمان سأل هذا الأمر واداله قلبا حكيما ومميزا ما فيه زيه قبل ولا بعده، واداله كمان غنى وكرامة حتى أنه لا يكون رجل مثله في الملوك كل أيامه. إن سلكت في طريقي وحفظت فرائدي ووصاياي كما سلك داود أبوك فإني أطيل أيامك، بس عايزة أقول أطيل أيام وقوفك أمامي في العرش. في جبعون ترأى الرب لسليمان في حلم الليل وقال له اسأل ماذا أعطيك. بينا نصعد بروح ربنا القدوس لجبعون الروحية حيث يشتاق الله أن يتراءى لكل شخص مستعد لاستقباله، يعني بيدي ربنا الأولوية في حياته. ترتفع قلوبنا للسماء ولا يستطيع وحل هذا العالم أن يطمس عيوننا، فلا تعين ذاك الذي يتنازل ليتجلى أمامها ليتجلى في قلوبنا يتحدث معنا معلنا سخاؤه العجيب وشوقه أن يهبنا حتى ذاته. شايفين جمال ربنا؟ بينا ننعم بكرامة تقديم حياتنا ذبيحة عقلية مرضية أمامه. نشتهي أن يلتهب كياننا كله بالنار الإلهية كما على مسبح سماوي. نصير محرقة حب مفرحة للسماويين إذ ننشغل طول النهار بحب الله الفائق فيتراءى لنا ليلا، لأن عيني الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه. في وسط هدوء الليل وسكونه يتطلع الله للقلب المؤمن ويقدسه ببره الإله. في هدوء الليل تصمت حواس الإنسان وتهدى ليتراءى الله للعقل ويتحدث معه زي ما قال مار إسحاق سكت لسانك يتكلم قلبك وسكت قلبك يتكلم ربنا. ما فيش موضوع بيشغل ذهن أولاد ربنا اللي التهبت قلوبهم بالحب الإلهي زي التمتع برؤية ربنا. قال سليمان طوال يومه كان سليمان طوال يوم بيقدم أوانيه الفارغة علشان يملاها ربنا من زيت السماء بكامل حرية إرادته. بدأ بقلبي يفيد شكر وحمد لله اللي أظهر رحمته العظيمة مع عبده داود، وكانت عيني الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة. سليمان حسب نفسه طفل بلا فهم ولا خبرة، هذا الذي دعاه والده حكيماً.
سليمان وأقر إنه عبد ربنا، وإن الله هو اللي ملكه على الشعب، وإن الشعب شعب ربنا وليس شعبه، إنما هو وكيل الله وممثل له لخدمتهم، هو سفير لملك الملوك. أقر إنه طفل في يدي الله محتاج لمعونة ربنا وقيادته. هنا ربنا بيورينا إن هذا الملك دفن ذاته قبل ما يتقدم ويقف قدام ربنا، وقف بقلب كامل يعني مستقيم، وقف بتواضع يبارك الله كما باركه داود أبيه. صارت تجري في عروق ومباركة ربنا على عطايا، فيباركه ليس فقط في ساعات النهار، وإنما ينبض قلبه بالبركة وهو في أحلامه ليلا. شايفين الجمال؟ أقر إنه عبد الرب المحتاج لفهم وحكمة لخدمة شعب سيده. عارف إن الرب يعطي حكمة من فمها المعرفة والفهم، وزي ما قال يعقوب الرسول: إن كان أحد تعويزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له. الله هو ينبوع كل حكمة ومعرفة وفهم، والحكماء والفهماء الحقيقيين هم قنوات بيفيد خلالها ربنا بالحكمة على ناس كتير، لأنهم أناس الله الذين يسلكون باستقامة. يعطيهم الله الحكمة معين ليهم لنوال النصرة، فإننا إذ نتمسك بالحكمة ونحفظها تتمسك الحكمة بينا وتحفظنا. تمسكوا بالحكمة فتتمسك الحكمة بيكم وتحفظكم. استيقظ سليمان وإذ هو حلم، لكن ما شكش إنها حقيقة، وجيل أورشليم وقف قدام تابوت عهد الرب وأصعد محرقات وقرب ذبايح سلامة وعمل وليمة لكل عبيده. المحرقات اللي قدمت في جبعون في خيمة الاجتماع كانت لتستهلك كلها بالنار، علامة تكريس القلب كله لله والطاعة والسجود ليه. بعد الرؤية انطلق لأورشليم حيث كان تابوت العهد في جبل صهيون، بدأ تاني يشكر ربنا. أقام وليمة عظيمة مع تقديم ذبايح السلامة، دليل الشركة مع الله والناس. دايما الفرح والعيد عندما يتجلى الله لنا. الطاعة هي أساس الحكمة، بالحكمة يبنى البيت، بالفهم يثبت، بالمعرفة تمتلئ المخازن المخادع من كل ثروة كريمة ونفيسة. الرجل الحكيم في عز، وذوي المعرفة متشدد القوة. وألاحظ يتبني البيت بالحكمة، الفهم يثبته ويتملي من المعرفة. ألاحظ ارتباط الحكمة بالفهم بالمعرفة بالقوة، وهما من السبعة أرواح الله. إيه هي الحكمة؟ الحكمة باليونانية معناها الصوفيا، وهي كلمة عربية ترجمت إلى حكمة، لمعرفة، لتعقل، للفطنة، جميعها تؤدي معنى الحكمة. ويعرف البعض الحكمة بأنها فن الوصول للغاية باستخدام الوسائل الشريفة. والرجل الحكيم في المفهوم الكتابي هو من يهتم بأمور الله بنفس الغيرة اللي بيهتم بها الآخرون بأمور الدنيا. مع أن الله أعطى سليمان الحكمة قال عن نفسه: إني أبلد من كل إنسان وليس لي فهم إنسان، ولم أتعلم الحكمة ولم أعرف معرفة القدوس. من قمة الحكمة أني أعرف أني محدود بالنسبة لربنا، الغير محدود، وباخد دايما من عند ربنا. سليمان كان حكيم ومنظم وبيعيش بترتيب. ربنا عايز يملانا بالنور. الحكمة أول فرع من فروع المنارة. الحكمة بترتبط بنوعية القلب. القلب المرتبط بالوصايا والكلمة، القلب المستقيم الكامل أمام الله، يعطيه استخدام الحكمة بطريقة صحيحة. لكن حكمة العالم على قلب شرير بتدي خبيثة وتسمى دهاء. من يعرف حكمة ربنا يتقبل منه أيضا الأدب، يتعلم بيها أسرار الكلمة، بسهولة يفهمون كلمات هذه الأسرار الإلهية الذي ينطق بها الروح القدس ليها. هي قلوب مستقيمة وكاملة قدام ربنا. ولاحظ دايما استقامة القلب واستقامة السلوك، دايما النور بيبقى ماشي في خط مستقيم. وهنا ألاحظ دايما استقامة القلب واستقامة السلوك. اختار سليمان بحكمته الرؤساء، وعلشان ما طولش عليكم كانت معاني أسمائهم زي ما نازله قدامكم، كلها أسماء مرتبطة بيهو،
وكأنه بيقول لربنا عايز معونتك وثمر روحك فيا، وتكون صديقي وتقضي معي بالعدل وتبنيني. وكل الأسماء فيها حكمة، فيها طلبة لربنا. جمال لما اختار سليمان الكهنة مثلا، المعاني كان صدوق أبي ثر، يعني عايز يقول لما تختار كاهن خد الصادق والعادل والبار، الأب الفاضل المتفوق. الاختيار المملكة الناس اللي حواليك بتقوي مملكتك. اختار أمين سر الملك اسمه الموهوب، ومدير القصر الملكي يكون ناضج، رجلا ناضجا ومستقيم، دايما شاكرا مترنم بالحمد، يعني غير متذمر. وهكذا لو استمرينا مع سليمان ازاي اختار الناس اللي حواليه في المملكة، لان اختيارك الحكيم للي حواليك يقوي او يضعف مملكتك. وشوفوا اختياره لباقي المملكة كان جميل ازاي، مش هدخل فيها وإلا هنطول. وكان سليمان احكم من جميع الناس، وهنا ذكر الكتاب أحكم من إيثان الأرزاحي وهيمان وكلكول ودردع بني محول. عايز يقول كأنه عايز يقول لنا أن الإنسان الحكيم هو الثابت والأمين، يدوس بسرعة كل شوك، يدوس الحياة والعقارب بكل قوة العدو في طريقه، ومن هنا يرتفع للحكمة الإلهية لأنها روح. كان ملك سليمان يشير لملك المسيح الشعوب. كان الشعب كثيرا من حيث الخير يأكلون ويشربون، يعني شبعانين بمسيحنا في فرح مستمر. وستأتي كل الأرض ويقدمون لإلهنا السجود والخضوع والهدايا مترجين وجهه. الحكمة هي الله وروح الله القدوس. أما ملكة سبأ قال عنها المسيح ملكة التيمن، واتكلمنا عن تيمان في مراحل الطريق الروحي الجزء 3، يعني الإنسان المتيم بحب ربنا متيم بالحكمة، والحكمة هو روح الله. ملكة التيمن ستقوم في الدين مع رجال هذا الجيل وتدينهم، لأنها أتت من أقصى الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهو ذا أعظم من سليمان. هنا ربنا عايزنا نتحرك في اتجاهه وناخد منه الحكمة. النهاردة الدعوة للحكمة. الملك حتى لو جه وقته أخطأ هو برضو ملك وابن، ولما بيتوب بيرجع للمكان اللي سقط منه زي بطرس مثلا. داود كان بكل قلبه مع ربنا، بس ما كانش ليه حكمة سليمان، سقط في الخطية. وسليمان كان حكيم مستنير العقل، لكن ما كانش فيه بساطة قلب داود، سقط في الخطية. القلب والعقل بيكون إرادة الإنسان. عشان تحمي نفسك من انك تسقط في اي خطيه، ثبت قلبك في البساطه وثبت عقلك في الحكمه. كونوا بسطاء كالحمام، حكماء كالحيات، وثبت حواسك على وفي المسيح، وعينيك ثبتها على المسيح. الملك حياته ماشيه بنظام وترتيب. الملك ليه لبس معين، ليه اسلوب بيتعامل بيه، فاهم هو فين وقدام مين وبيميز الأمور. الملك ثابت وأمين، كلمته واحدة، صادق في وعوده، عادل في أحكامه، رحيم ومعين البؤساء. الملك قادر على ضبط المملكة والشعب. الملك يضع أعضائه عند موطئ قدميه. أنت الملك ابن ملك الملوك ورب الأرباب، معطر زيه بالمر والأطياب، وتعمل إرادة أبوك السماوي وتنفذ مشيئته. أقولها تاني، أنت الملك ابن ملك الملوك ورب الأرباب، معطر زي بالمر والأطياب، وتعمل إرادة أبوك السماوي. إذا أرضت الرب طرق إنسان جعل أعدائه أيضا يسالمون. وكان سليمان ملك السلام. خلي طرقك ترضي ربنا، خليك الملك ابن ملك الملوك ورب الأرباب، ساعتها مش هتلاقي ليك أعداء لا داخلين ولا خارجين، وتعيش دايما في سلام مهما كانت الظروف حواليك. ما ننساش كمان ان الملك عليه مسؤولية، اذا انتصر كل شعبه منتصرين، واذا انهزم كل شعبه مهزومين. لو الملك في سلام شعبه مع السلام. خليك ملك متضع وحكيم مع كل كيانك، يعني شعبك الداخلي، وفي هيكلك، وفي وسط بيتك واسرتك وكنيستك وعملك وبلدك ووطنك وفي العالم كله. خلي قلبك كامل، يعني مستقيم وامين مع ربنا، هو الاول في حياتك.
حواسك هادية وعينيك ثابتة عليه في السكون وهدوء، تلقائيا هتلاقي تسبيحه خارج منك، قدامه خاشع مليان مخافة، هتلاقي وجوده وحضوره بيملى كل الكيان، هيديك مسالك بين السالكين أمامه في العرش. وليضرب روحك القدوس على أوتار قلبي، أنت واهب الحكمة، أنت معطي التسبيح والفرح، اسمح ربي أن تهبني حكمة وقلبا فهيما لأعرفك إلهي أنت وحدك. أمين. هشارككم برؤية صغيرة حصلت معايا من حوالي شهرين تقريبا. الحقيقة كنت واقفة قدام المسيح، بس الصمت اللي جوايا مش عارفة أقول لكم إيه، بتأمل هذا الجمال والبهاء والجلال وسكت خالص، موضوع جوه قلبي في سكون وهدوء والصمت رهيب، بس لقيت هو كمان واقف وبيبصلي وساكت برضه، وأنا مستمرة الحقيقة لحد ما هو يقرر ويقول هو هيقول إيه. لقيته بيقول لي غني للحكمة. الحقيقة كان شوية الطلب غريب، أغني للحكمة؟ هو في ترنيمة للحكمة؟ بس أنا طبعا بقول إيه أوكي، يعني في كل الأحوال اللي بيقول هو هيديك النعمة اللي يخليك تكتب بيها الترنيمة، وهو اللي بيتدخل في كل حاجة، فمش هو ده خالص السؤال بالنسبة لي. سكت برضو، قال لي قولي للناس كلها اطلبوا الحكمة، لأن الحكمة زي ما احنا اتفقنا كده هتديك سلام مهما كانت الظروف اللي حواليك، الظروف اللي الناس هتعدي بيها هتكون ظروف نهاية الأيام أو بنقرب من نهاية الأيام، فالظروف حوالينا بتتلخبط، عشان يكون لك سلام في كل ظروفك اطلب من ربنا الحكمة علشان يديك حكمة تتصرف بيها في كل الأوقات، والحكمة هي روح الله. اسمحوا لي أرفعك أسبحك أباركك أشكرك يا إلهي العظيم، أمجد اسمك القدوس، أسجد عند موطئ قدميك لأنك إلهي العظيم القدوس، قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء الذي كان والكائن والآتي، قدوس 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 رب الصباؤوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك، لك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة، لك يا رب كل كرامة وسيادة ورئاسة وسلطان، لك الحكمة والغنى والقدرة يا إله العظيم لكل شيء، يا إله العظيم القدوس الحي الأبدي. أمين.